أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من كان لديه رغبة في الزواج من امرأة أخرى خشية الفتن، ولكن ليس لديه مال يكفيه بسبب غلاء الأسعار وكثرة الديون، فهل يجوز له نكاح المسيار؟ ما يؤدي الغرض المطلوب، نكاح المسيار ما يؤدي الغرض المطلوب، لأن الأولاد ما يصيرون عنده ولا يربيهم، والمرأة ما تصير تحت سلطانه وتكون تحت سلطته ومراقبته لها، وما يحصل فيه الزواج المطلوب، وإنما يحصل فيه شيء واحد وهو الشهوة فقط، هذه ما تكفي. نعم.